كل متابعي التلفزيون اليوم السابع لسه مستمرين معاك، وتغطية مباراة مصر والبرازيل وخسارة منتخبنا قدام الصامبا 1-0 وتوديع أولمبياد طوكيو. كده احنا اتكلمنا طبعا مع كابتن أحمد بلال وكابتن هاني رمزي في الجوانب الفنية. كابتن أحمد بلال حمل بشكل كبير اللعيبة والجهاز الفني مسؤولية توديع الأولمبياد. كابتن هاني رمزي يعني كان بص بشكل مختلف للموضوع وكلم ان يعني لازم نبص لقدام وان احنا ما عندناش لعيبه محترفين بالشكل الكافي، فبالتالي لما بنلعب على المستوى العالي ده بتظهر الفروقات الكبيره. يعني كل واحد فيهم اتكلم من جانب، لازم نروح برضو جزء شويه للحكم، يعني طاقم التحكيم. يعني معانا طبعا خبيرنا التحكيمي كابتن عادل عقل. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا استاذ رائي، اهلا بحضرتك وكل الساده مشاهدي ومتابعي التلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك الاول، وطبعا يمكن زي ما اتكلمنا في الجانب الفنيه احنا بنلوم طبعا منتخبنا بشكل كبير وبنلوم الجهاز الفني، اكيد كان ليهم اكيد يعني ما ظهروش بافضل شكل. يمكن احنا النهارده رغم الخساره بهدف، ولكن محمد شناوي هو نجم المباراه، قدر ان هو ينقذ 5 اهداف محققه، وبالتالي النتيجه خادعه بشكل كبير على الجانب الفني. كان ممكن نظهر بشكل افضل من كده، وده برضه اللي وضحه نجومنا الفنيين سواء كابتن احمد بلال او كابتن هاني رمزي. بس كابتن عادل عقل برضه ليه راي مهم في الجانب التحكيمي، ان برضه الحكم كان ليه دور في خساره منتخبنا النهارده، وان هو تغاضى عن حاجات كان ممكن يحسبها كانت ممكن تغير من نتيجه المباراه. كابتن لو كلمنا في الجانب التحكيمي. والله انا بس عايزين نقول نقدم نتكلم في نقدم طاقم الحكام ونتكلم على الاختيار، بس طبعا طاقم حكام من استراليا كريستوفو جيمس والمساعد الثاني مواطنه انتوني سكسيدين استراليا ولكريندس جورج، وده المساعد الثاني من استراليا، والحكم الرابع الاردني ادهم بخدمه. ادهم بخدمه ده كابتن علي كان موجود في مباراه مصر واسبانيا في افتتاح مبارياتنا في الاولمبي جيم، ومعاهم في كابينه الفار الايطالي ماركو جايدا، وده من افضل حكام في ايطاليا، والاسباني كادو جيريدو. انا الاثنين اللي في الفار انا هقف عندهم شويه لان هم من اصحاب الخبرات، لكن طبعا الحكم اللي كان موجود النهارده في استراليا ده حكم دولي من 2011 37 سنه. السي في بتاعته يا كابتن علاء قليله جدا عشان يكون موجود بيدير مباراه بحجم منتخب مصر ومنتخب البرازيل في ربع نهائي للاولمبي جيم، وطبعا هو 37 زي ما قلنا 37 عام ادار في البطوله مباراه فرنسا والمكسيك حكم، وكان حكم رابع في نيوزيلندا وهندراوس، وادار مباراه المانيا وساحل العاج. عنده في الثلاث ماتشات اللي ادارهم دول كان عنده بعض القرارات المثيره للجدل، وكان في بعض التحفظات على القرارات المصريه او القرارات التحكيميه في هذا اللقاء، ورغم هذا تم اسناد المباراه ليه. الاختيار عايز اقف بقى عند الاختيار، هو طبعا الشفافيه ومبدا تكافؤ الفرص والحياديه يحتم على الاتحاد الدولي انه كان لازم يجيب حكم مش من فرنسا مش من استراليا. واخد بال سعادتك؟ لو تفتكر احنا النهارده احنا مصر وصلت للدور ربع نهائي على حساب استراليا يا كابتن علاء بهزيمه المنتخب الاسترالي 2-0. انا مش هقول ان الحكم ان الاتحاد الدولي بيقصد شيء ولا هتكلم في الجزئيه دي، لكن هقول ان نفسيا عند منتخب مصر تمام هيبقى عندهم حاله من التحفظ تمام على الحكم وعلى قراراته، وده اللي حصل النهارده. كنت اشعر النهارده ان هو من بدايه اللقاء كان متوتر، ويعني انا شايفه كان متوتر ما عندوش خبره هذه المباريات. التحرك برضو ما زلت مصر ان الحكام الموجودين في البطوله حتى الان تنقصهم الخبره بشكل غريب، لان هم يا كابتن علي كمان بيتحركوا بشكل عشوائي، والتحرك الجيد حتى لو انت عندك لياقه بدنيه جيده محتاج تحرك مناسب عشان يبقى عندك زاويه طلقه مناسبه، وبالتالي يبقى عندك قرار صحيح. صحيح، وده اللي احنا شفناه النهارده، كان بيتحرك بشكل عشوائي. طبعا ده الحالات بقى كابتن، الحالات والنتيجه الكبيره. بص حضرتك انا 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 الحالات انا بس هقول ان هدف منتخب البرازيل الهدف المباراه الوحيد جه في الدقيقه 37. قبل الدقيقه 37 عندنا حالتين كان ياثروا في نتيجه المباراه وياخدوا المباراه لاتجاه تاني خالص. في الدقيقه 28 في كوع من لاعب البرازيل انطونيو ماتيوس في الدقيقة 28 انتوني ماتس لاحظ الهدف؟ يعني كان اعتري كمان لاحظ الهدف. ايوه كان كوع في وش احمد فتوح، واكتفى الحكم بالانذار، رغم ان هو الاتحاد الدولي اقر. قلنا للساده المشاهدين في اكثر من لقاء يا كابتن علي ان عندما تكون الذراع متني وقوع بنفس الشكل ده بيبقى سلاح، فالاتحاد الدولي بيقول لك ده سلوك ماشين، يبقى لازم طرد وبطاقه حمراء مباشره. اوكي طيب، في الدقيقه 31 عندنا لعبه
كانت لرمضان صبحي داخل منطقة الجزاء، وكان فيها هناك شك أنها ركلة جزاء بشكل كبير أو بشكل صحيح، تمام؟ وكان لازم على كمينة الفار، وهي فيها اثنين كبار، موجود فيها اثنين كبار، الإيطالي ماركو والأسباني جاليريميرو، كان لازم يتدخله. الغريب ان هو اشار ده ما حسبش اشار باستمرار اللعب وهم ما تدخلوش، على الرغم ان انا عايز اقول حاجه بقى تانية غريبه جدا، محتاجه رد ومحتاجه تساؤل من المسؤول عن التحكيم في الاولمبي جيب يا كابتن عراقي. النهارده راجل شفناه تواصل كتير، مش لازم يتوقف، تواصل كتير عبر الكوميونيكيشن سيستم مع كابينه الفار في اكثر من قرار. انا شايف ان كابينه الفار ساعدته كتير قوي وهي في اداره المباراه، فكان لازم يكون لكابينه الفار دور في البطاقه الحمراء المستحقه للاعب المنتخب البرازيلي انتوني ماتوس، والبطاقه وركله الجزاء لرمضان صبحي في الدقيقه 28. تخيل بقى حضرتك لو في كارت احمر في ركله الجزاء، كل ركله الجزاء تحتسب، يدخل منها هدف او ما يحرص منها هدف، دي مش بتاعتنا احنا كتحكيم، لكن هو احساس اللاعب المصري ان هو موفر لهم الحمايه وان هو على مسافه واحده من الفريقين. الراجل ده كان النهارده متوتر جدا، شايف ان المباراه كبيره عليه، شايف المنتخبين اكبر من امكانياته، وبالتالي اثرت على قراراته الفنيه. وبعتقد ان هو احد الاسباب تمام خروج مصر زي ما حضرتك تفضلت وقلت من الاولمبي جيم. اقول لك حاجه ثانيه بقى، الراجل ده جه في الوقت الضايع، احنا اتفقنا واحنا بنشاهد المباراه على الهواء ان الوقت الضايع لا يقل عن 6 دقائق. صحيح يا كابتن هرقي، هو النهارده احتسب 3 دقائق، تمام؟ 3 دقائق قليل جدا. انا عايز اقول ايه؟ انا بحكم بفرقتين، ماليش دعوه منتخب برازيل ومنتخب مصر، انا فرقتين ده اصفر وده احمر. انا ما لازم اكون على مسافه واحده واوفر الحمايه الكامله. اتفقنا قبل كده انا وحضرتك على حاجه مهمه جدا، ان الحكم الناضج الحكم الجيد اللي عنده حضور هو من يطوع نصوص القانون، تمام؟ اللي وكلها له القانون، تمام؟ في خدمه العداله داخل المصري الاخضر، وهذا لم يحدث في مباراه مصر والبرازيل. طيب يعني يمكن طبعا اداء الحكم واضح ان هو برده كان شبه اداء منتخب مصر، برده ما كانش افضل حاجه. منتخب مصر النهارده طبعا بخلاف الجوانب التحكيميه او الجوانب الفنيه من ناحيه التحكيم اللي هو اخطا فيها حكم المباراه، ولكن برده منتخب مصر لم يؤدي مباراه بالشكل الافضل، ما ظهرش لينا اي انياب هجوميه، وفي نفس الوقت كان محمد شناوي اللي هو حارس المرمى كان نجم المباراه ونجح ان هو يتصدى لاكثر من 5 كرات. يمكن خلاص بقى يعني هنودع شغل الاولمبيات خلاص على مستوى الكوره. طبعا لسه بقى عندنا باقي ابطالنا، وكمان منتخب اليد اللي بنرفع له طبعا القبعه ان هو قدر يصعد للدور الثاني باذن الله ربنا يكرمه ويقدر ياخد ميداليه اولمبيات. انا محتاج بس يا كابتن عراقي اكد على حاجه قبل ما نترك مشاهدينا، محتاج اكد ان الحكم اللي بتقول حضرتك ده جانب فني بحت، ده جانب فني بحت بيناقش بشكل محترم، لكن انا كحكم عايز اقول النهارده حتى الفرقتين فرقه اكثر توفيقا وفرقه اقل توفيقا، فرقه فنيا اعلى من الفني، انا كل ده لا يعنيني وانا بقدم مباراه، انا بقدم مباراه لفرقتين. ما لا انا بتكلم في جزئيه ثانيه يا كابتن، ان احنا النهارده مثلا ممكن يكون الناس تفتكر ان احنا بنلوم الحكم ان هو سبب هزيمتنا، لا احنا برضو ما ظهرناش بالشكل الافضل، تمام؟ بعيدا طبعا عن اخطاء الحكم اللي احنا متفقين عليها يعني، تمام؟ وتقييمنا للتحكيم لا يقل من شان منتخب البرازيل، تمام؟ واداء منتخب البرازيل اللي كان حريص برضو على الفوز، يعني هو برضو كان حريص على الفوز زي ما حضرتك تفضلت وقلت في التحليل الفني في قبل ما نلتقي بمشاهدينا في فقره التحكيم. كابتن خلاص احنا الدوري المصري هيبتدي بقى، ويمكن المفروض خلاص يوم 5/8 الدوري. شايف التحكيم المصري ازاي؟ اخر بقى سؤال كده، التحكيم المصري والفتره الاخيره، هل شايف الفتره الاخيره التحكيم ماشي بشكل افضل من الفترات اللي فاتت؟ كان في انتقادات كبيره ولا لسه مستمرين برضو في الجزئيات دي؟ لا لسه والله، عندنا مشاكل كتير، عندنا مشاكل كتير متمثله في الاختيارات لحكام الساحه، وعندنا مشكله كبيره جدا جدا جدا. لجنه الحكام في الفتره الاخيره لم تحسن اختيار حكام الساحه، ولم تحسن اختيار الحكم المناسب للمباراه المناسبه، ولم تحسن اختيار ثنائي كابينه الفيديو. دول عندهم مشاكل اللي هم المسؤولين عن الفار، الى جانب بقى حاجه ثانيه اتكلمنا فيها المباراه السابقه في مباراه الاهلي واسوان، ان الاخراج التلفزيوني ما زال عندنا بعافيه، وبالتالي تمام بيبقى عندنا بعض المشاكل، والتحكيم بعافيه عندنا بعض المشاكل. البطوله او المسابقه الدوري الممتاز بيلفظ انفاسه الاخيره يا زرائي، ومفروض على لجنه الحكام انها تكون عندها دقه في اختيار
الحكام التي تدير المباريات في المربع الذهبي ولا تدير المباريات في صراع الهبوط، لان ده الاسابيع القادمه هتبقى اسابيع شرسه جدا 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 جدا، قويه جدا جدا، الفرق مش هتستحمل اخطاء التحكيم. تمام، شكرا طبعا يا كابتن عادل، بنشكرك طبعا على كل اللقاحات الفنيه وكل الساده مشاهدي ومتابعي تلفزيون مصر. دي كده حلقه تغطيتنا لمباراه مصر والبرازيل طبعا من الصباح الباكر. النهارده كان معانا اختيارات مهمه بشكل كبير، للاسف طبعا منتخبنا خسر من البرازيل 1-0 وودع اولمبياد طوكيو. كل التوفيق لباقي ابطالنا سواء في الالعاب الفرديه او منتخب كرة اليد، وان شاء الله باذن الله يقدروا يفرحونا ويقدروا يعوضوا اللي يعني ما قدرش منتخب كرة القدم يعمله. السلام عليكم.